أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. القاضي شريح عزيز الطالب هو كاتب هذه القصة، هو عبد الرحمن الباشا، وتحدث عن شريح بن الحارث. شريح بن الحارث هو رجل يمني الموطن، قضى شطراً من حياته في الجاهلية، فلما أتى الإسلام كان من أوائل المؤمنين كما عرف بالعدل والقضاء. عبد الرحمن الباشا هو كاتب سوري، عمل معلما واستاذا محاضرا، ومن مؤلفاته صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين. الأفكار المذكورة لهذا الدرس هو درس القاضي شريح، قصة فرس عمر بن الخطاب، وقصة شريح بن الحارث، وصفات الفاروق عمر بن الخطاب. عزيزي الطالب، هل عليك أن تعرف، هل تحقق عمر بن الخطاب من الفرس قبل دفع الثمن؟ ما الذي جعل عمر بن الخطاب يعود بالفرس؟ في مصلحة من كان الحكم؟ وما السنة التي اعتمدها القاضي؟ هل رضي عمر بالحكم؟ وعلى ما يقوم القضاء برأي عمر؟ وما الانطباع الذي يخرج بها عن المجتمع في ذلك الوقت؟ أيضا هنا تتحدث عن صفات القاضي شريح، وصفاته هو العدل، الفطنة، وصفات الواجب توفرها ضمن من يتولى القضاء. أيضا ما هي صفات عمر؟ كما قلنا هي الصدق، العدل، الفراسة، التأني. وهل وفق عمر باختيار شريح قاضيا؟ نعم، لأنه ظل يقضي نحو 60 عاما في الكوفة. هناك صور فنية عزيز الطالب، شبه الكاتب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد تألقوا بين قومهم بالنجوم البيضاء المشرقة. هنا أيضا هذه المعاني مطلوبة، أيضا هي ابتاع أي اشترى، امتضى المقصود بها ركبة، نفذ نقد ثمن، عفوا دفع نقدا، صهوته هو ظهر الفرس، عاقه منعه، احتكم طلب الحكم، القضاء الحكم، والفصل أي يفصل بين الحق والباطل. ابن زيدون هي قصيدة ظهرت إحدى سليلات البيت الأموي وابنة الخليفة محمد المستكفي بالله في غرناطة، وكانت تسمى ولادة الموهوبة بالشعر ومجالسة، وأقامت الكثير من الجلسات الخاصة، وأدخلت به الشعراء من كل مكان في بلاد الأندلس وقتها. اعتبرت ولادة من النساء المائلات الأمور غير العادية، فقد استقطب الكثير من الرجال في مجالسها فذاع صيتها واشتهرت. وهنا ظهر في مجلسها أحد أهم الشعراء في وقتها، وهو أحد بن زيدون، وقامت بينهما قصة حب ألهبت قلبها وقلوب العاشقين من حولها. تبادل العاشقان الكثير من القصائد فيما بينهم، لكن القدر لم ينصفهما للوصول إلى الغاية من هذه العلاقة الأشهر في الدولة الأموية بالزواج، مما أدى إلى حدوث الفراق بينهما. وهنا أطلق بن زيدون قصيدة الشهيرة في عتاب ولادة. هي التعرف على قصيدة ابن زيدون ولادة عبر ذكر الأبيات التي قامها بتقديمها ابن زيدون، منها أضحت تنائي بديلا من تدانينا، ونابع طيب لقيانا تجافينا. هذا البيت عبارة عن ذكر ما يخصه من تفاصيل والقيام بتفسير قصيدة ابن زيدون إلى ولادة. التنائي معناها البعد. يبدأ ابن زيدون قصيدته نادما على البعد التي بينه وبين أولاده بعد أن كان حبيبين وعلى قرب من بعضهما، وهذا يشير إلى تفرق الشمل والانقطاع بينهما. ما دلالة عزيز الطالب؟ ما دلالة استخدام الشاعر لكلمة أضحى؟ الدلالة هنا الفراق حدث في النهار وأمام الناس جهرا، فلم يكن عمل الوشاة الذين فرقوا بينهما سرا، لكنه مرأى عن من أعين الشاعر. فائدة التنائي بينهما هنا، التنائي والتنائي هنا طباق. أما العدا المعنى الأعداء، ينص الشاعر هنا على أن الأعداء غضبوا وحزنوا من وجود الحب بينه وبين ولادة، فدعوا عليهما واستجاب الزمن لهذه الدعوة. وهنا صور فنية تساقين الهواء، أي أن الحب يكون كشراب يسقى.
شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.